عشيات وغناها دواعش العزايز اللي قاعده جوا، وحده تسوي وحده تزغرت وحده تدير. هذا صحيح، هذه الحقيقه، هذه الحقيقه. ما فيش مرأة ليبية شريفة الآن قاعدة عندهم، لكن هذا كل هنا جوزات تم خالات تم عمات تم زكورهم وذنهم. ها يا نوسة، ايش صار البارح؟ السيارة تفجرت قدام حوشك سيارتك ها؟ والله بعد الحلقة مباشرة اطلع من الحوش وخطأ لك، اطلع من الحوش وخطأ لك، هلك توا ما يبوك بالكل ولا يبو هرجتك ولا يبو كلامك. اطلع من الحوش وريح حالك، الناس الكبار امبارح فجروك السيارة وانظر عاد ايش يصير فيك بعدها. فجر هدية اي واحد يقول لنا انا الاخوان المسلمين، قلت له هاي على التلفزيون نقول لك ناعك ما حيينا ما حيينا، وعد يقطف في مصراته اللي ستندلف. طلق عوده وحدد خلص ها خلص هذا منو طلق بالنسبه للي يحركوا هذه نبي نوصلها ويجب ان تظهر، وهذه راهي كان في حد يعارض خليها الخيمه تعارضني. اي واحد يطلع ضد الكرامه في اي منطقه راه يرمى بالرصاص. بالنسبه للامر رمايه مني نا من علي، وانت حاسب عليه نا عند الله وانت حاسب عليه عند القضاء. اي واحد يطلع ضد الكرامه بالنسبه لامن المناطق اعطي تعليمات بالرمايه. بسنه الله تعويلا، يعني القاتل والعزل فر يا اخي اذت لا ارضينا بالقاتل، ارضينا بالهم والهم ما رضيش بينا، ارضينا بالقاتل. اذت لو شيل الهاله، اذت لو شيل المستشفى الجلاء، والله الهواري، والله والله ال 1200 تعزى بالكنيسه اهانه للليبيين كلهم. هذه معناها راه هنا الصنديد وبس، معناها راه نقتل ونعزل في الشارع وما فيش حد يدوي. وفعلا والله بنغازي ما يقدر راجل يدوي، والله ما يقدر راجل يطلع يدوي، بس ما والله ما يقدر يدوي واحد في بنغازي. وين اللي تبجحوا واللي يصدقوا بالمجتمع المدني اللي زمان يدوا على الاغتيالات وكنا رافضين حتى الاغتيالات، ولكن وين اللي كانوا يدوا؟ وين خليهم كانوا رجاله يدوا يطلع يدوا؟ معقوله يا راجل عشرة يا راجل بنغازي تقعد بالعشرة بال14 بال15 وين في الكنيسه؟ ما فيش راجل في بنغازي، ما فيش رجاله يدوا. بعدين يقول لك جاري التحقيق واسمع، وبكره والله بعد بكره تو تسمع قضايا معزوقات بيش ايش؟ قضايا معزوقات بيش معاك تدوي انت خلاص العاشره هذوما انساهم، اشقى بغيرهم. هنالك هذه الطرق لاظهار الرفض، هنالك مظاهرات، هنالك العصيان المدني، هنالك العمليات السريه، هنالك عمليات سريه نوعيه. يجب ان يقيموا بعمليات اغتيال لهؤلاء، قتل لهؤلاء، اقل شيء ندير له شي عبوه ناسبه. قول القنابل ما شاء الله اكثر من عدد حبات المطر الرمان وغيره، ونتعامل معاهم نتعامل باي طريقه. رئيس منظمه مكافحه الفساد محمد بقعقي استغلته اعمال الجب مساء السبت بالقرب من احد المقاهي بساحه الكيش الذي كان يتردد عليه. وبحسب مصادر مطلعه تضاربت الانباء حول كيفيه مقتله، فالهندسة العسكرية قالت أن الانفجار كان نتيجة سيارة مفخخة، بينما البحث الجنائي أكد أنه كان نتيجة قذائف صاروخية. لم يقتصر التضرب عن الكيفية فقط، بل حول حصيلة هذا العمل الإرهابي، ولكن مصادر طبية أكدت أن حصيلة التفجير هو 3 قتلى و23 جريحة.